السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم وسهلا في هذه الحلقة من برنامجكم التراثي معناها موضوع حلقة الليلة هو الزي التقليدي الخاص بالرجال نعرف عن اللباس عنده مكانة هامة في العادات والتقاليد وعنه عنده رمزية خاصة وهو جزء كبير من هوية الإنسان ذا كامل اللي نتعرفوا عليه مع ضيفنا لهذه الحلقة محمد يارا غير سابق نتعرف على ضيفنا أكثر ونتعرفوا على محاور هاي الحلقه لين خلوكم على الروبورتاج ولين لكم ارتبطت الدراعه ارتباطا وثيقا بباديه الصحراء حتى اصبحت رمزا لها وقد تميز هذا الزي بالصمود في وجه التحديثات والعولمه فظل يتحدى كل المتغيرات فرغم التقدم الحاصل في عالم الازياء فان الدراعه لا تزال هي زي الرجل الصحراوي الاول مهما بلغ تحضره ومهما تبوأ من مناصب تستطيع البدلات الرسميه والملابس الحديثه ان تحل مكانها لما تضفيه على مرتديها من فخامه واناقه ويرتدي الرجل الصحراوي مع الدراعه سروالا فضفاضا يقارب الشكل الحالي للسراويل التقليديه بشمال المملكه ويخاط من حوالي سبعة أمتار يتدلى حزامه المصنوع من الجلد إلى أن يلامس الأرض ويسمى لقشاط يكاد السام يكون أهم قطعة ضمن مكونات زي الرجل الصحراوي الذي اعتاد أن يستعين بالثام لأغراض متعددة في حله وترحاله فالثام يعتبر بمثابة مظلة يستعين بها الرجل للوقاية من حرارة الشمس. وقد يستعمل الثام كلحاف خفيف عند النوم زمن الصيف أو منشفة عند غسل الوجه أو اليدين هذا فضلا عن قيمته الإضافية والجمالية المصاحبة لارتداء الدراعة. رجعنا لكم مشاهدي لفاضل ضيف حلقتنا الليلة هو الشاب محمد يارة المهتم بالثقافة الحسانية ومختص في خياطة الزي التقليدي خصوصا الدراعة محمد مرحبا بك وسهلا معنا مرحب في بلاط وبرنامج إنها. مرحبا بك وسهلا أنا شاكر البرنامج وشاكرك على حسن الاستضافة قول لي محمد الثواب اللي تخيط منها الدراعة والوان الدراريع ذوك كانوا قديما وذل منهم حديث تعطيني مجموعة من الأسماء ذي الأثواب والوان ذو والله بالنسبة للأثواب اللي يعدوا منهم الدراريع هي أثواب ياسر وتقريبا قاعد عدها ما تقول اللي متعارف عليه من الأثواب يخيط اليوم لا يخيط منه الدراريع خالق خناط حرين اللي هما خالق خنطين قال وزبي اللي هو قاع معروف هنا هون يلتبس قاع لا هو تقريبا عند الناس تعدل منه المناسبات تعدل منه المناسبات الرسمية وتحضر به الاحتفالات والعيال وذا كامل اللي هو زبي هو أغلى الأخناط هو أحر الأخناط خالقين أخناط ثانيين واللي حتى هما أقل منه هو بياسر كيف أوريجينال كيف رويال هذو أخناط حتى هم زينين يعدلوا هم من منهم الدرعري وتحضر بهم الناس مناسبات وذا خالقين أخناط مولي أقل من ذاك جودة اللي هما ينقال لهم كونترز بي خالق خنط الشقة اللي يلتبس قاع معروفة اللي في الصيف يعدل سامبل قاع ما عليه طرز ولا عليهش اللي سامبل قاع بك الحال حق وخالق أخناط ثانية كيف الأخناط القديمة هاي نعرفو مفتاح الخير خنط قديم قباله حق هو الأخناط مولي في جودتها مرتبطة بالديسان اللي يعود على الخنط خالقين ديسانات ياسر كيف رخوميني هاي اللي فيه نجمة وهلال كيف العرش كيف فير ياسر من الاشكال الهندسيه تعود على الثوب واللي حتى هي تعطيه رونق تعطيه جماليه هذا الطابع يعود في الخنط ايه هذه هذو هذو, هذو, هذو مثلا عنهم معروفين وقديمين خلق الدولار على شكل دراهم في الخنط هما دولار لسان مولي قديم على شكل دائري مثلا دوائر يعود في قولي قول لي انت صدرك بحكم على انك الحمد لله مهتم قبال بهذا المجال أه كيف كانت الدراعة قديما وكيف في ذا الزمن اللي احنا نعيشه داركم على التطور مع تطور خياطة الخياطة والماكين وذاك النوع والله الدراعة اصلا رمزيتها كي نعرفوا كاملين عنها تشكل هوية الرجل البيضاني للدرع القديمة بحكم مثلا قلة قلة الآليات اللي يعد يعدلوا الدراريع والله الزاد اللي يساهموا في كان إنسان يبدع شوي والله يحاول يطور والله كذا ما هي خالقة قليلة لذلك الدراريع كانوا تقريبا قاعد لا ما فيهم طرز لو مخيطات سامبل ما فيهم ما فيهم طرز ولا فيهم زخرف ولا حق ويا غير بعد كانوا كانوا لا يعدلوا بعد كانوا يعقدوا عند لكنا تحت هذا سابق الخياطه هذا آه سابق الخياطه قاع آه. وتنشق لهم تو فتحه من يدخل دخل, دخل رجاج راسه تو خلاص وذيك يد الدراع يا غير مع الحداثه ومع التطور شيئا فشيئا عاد تظهر خياطه سامبل معاه طرزي غير مولي خياطه سامبل وتشوف وعاد تظهر مولي السباغ الخنطة كان اللاجية بيض في غير مولي عاد ينسباغ منه شيء أخضر مع التطور عاد مع التطور والله عاد صباغ مولي فيها درجات عاد أخضر حتى وأخضر خفيف شوي من له إلى إلى اليوم عاد طرز يظهر شيئا فشيئا خارج خياطة ليد طرز يعدل اللي أبلي بتوقيات ليد ومتن هي وزين خالقين يشبك شبك مولي ليد يعدلوا شبك ليد توقي يعدلوا ليد يعدلوا بليد حق ذا يعدل بليد من ذا يعدل المكين وزين مولي وأكثر إتقان إيه وعاد الطرز مولي عاد يظهر مولي عاقب ذاك ملي عاد يظهر اشكال كيف هذا اللي ترعي فيه ريك هذا ما ما هو شيء بعد بعيد قوال ولا قديم حتى غير هذه الخياطه دارت حالا هاي الخياطه ينقال لها خياطه كجليد تعد الماكينه ينقال لها داوم عاقب من يظهروا وعاد الناس تخير عاد تعرف طرز وعاد كيف خياطه ليد ما هي كيف خياطه ليد يا غير هي كج ولا كج ليد محاكاة تشوف الخياط بليد يتحاك فيها هذه الخياطة اللي هي ونقطعوها بصفة التراعي في تراعي فيها م -م. حق الشبكة مو عندها رمزية حتى هي شبكة الدراعة م -م. كانوا كانوا اصلا الشبك يعدلوا بليد وذاك مزارو خارقات مولي اللي يعدلوا بليد وتعدل فيهم اشكال زينة حتى خلقت في مشكلة متطورة م, والله خلقت فيهم الألوان ويعدلوا واللي لا مازالوا شاكرينك محمد على هذه المعلومات اللي أعطيتنا ونزلنا لنرجع لك في الفقرة الثانية مشاهدينا الأكارم لحقنا الآن فقرة الغنى ولين نشوف الشاعر حمزة العمري شلي يسمعنا هون ونرجع لكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم الحديث عن موضوع هاي الحلقة هو الحديث عن زي التقليد الرجالي الصحراوي زي التقليدي اللي تتميز به مجتمعات أرض البلان على حد العموم والحديث عن هذا الزي هو الحديث عن مجموعة من المكونات فيه الدراعة وفيه اللثام وفيه الكشاط وفيه قدر من المكونات اللي يشملها هذا الزي التقليدي بالنسبة للصنف الرجالي منه والحديث عنه مولي من قد الخصوصية والله زاد من قد التخصيص نعود نتكلم عن الدراع هاي المعروفة رجال هذا المجتمع عن معروف لهم لبس الدراعة والدراعة حضورها في الغنى وحضور لباس به يعني يتغنوا بهذا الزي اللي هي مدادة اللي دي عنها زينة جبرو قطاع محمد محمد والهدار هو والده يرحمه يرحمهم جميعا ويرحم موت المسلمين قطاع يقول فيه محمد الوالد يقول له ما تقلعش حد من هون عنده عاد ذاك المظنون دراع دراعة تبطرون حد بيها شورا لك السيطة ما تقلع يكون اللي تقلع على الدخلات قال له والده الله يرحمه قال ثوب صلاك من عندي تبغيه ما تحتاج على البدع تجيه ثوب صلاك من عندي تبغيه ما تحتاج على البدع تجيه وذاك اللي كنت منك وردي بيه وتقول انه يخلق لي تاك حد عدد لقوارب ناسي خوفهم مسالة تعقر دخلاك خليه تخلاك اخبار سيدي ودي ينفع فيه ومن النصوص هم اللي تتكلم عن هذا زي تقليدي نجبره طلعت المرحوم الطيب الديدي أطلع اللي يقول فيه يا إيه اللطيف بان القفطان تبسم من قد البطانة والدراعة متى تتبان من جهة الاكتاف تسافر وأنا مستقبل ذلوان ومتخطي في الدين الحافر واشمرني الحي المتين مدين وعريان ودافر ومسافر واشمرني مدين وعريان ودافر ومسافر رمزيت هذا هو بتقليدي عند عند مغنين البيضان عنهم عياوي يعطوه ذيك هيك الصبغه المجازيه والله زاد يستخدموها استخدام مجازي بدي يخدم النص الشعري جبرو حد من المغنين يقول في غرض المديح يقول ذاك اللي ذاك اللي قام بهامته وقام انواره الشعشاع علاوي في المدح عمامته ولابس منه دراعه نجبروها المغني معدل استعارة هون وتعبير مجازي استخدم فيها الثوب إعادة استخدام استخدام مفهم باللي يخدم فيها النص ويخدم فيها زينه النص من قد المحسنات البديعيه، هذا كان الحديث عن الزي التقليدي اللي يخص رجال من هذا المجتمع، وكان الحديث عن هاي الامور التقليديه اللي تخص الدبس كامله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم مشاهدينا الاكارم ورجعنا لضيفنا لهذه الحلقه محمد مرحبا بك وسهلا معنا مره ثانيه مرحبا بيك منين تكلمت لي عن هذه الخياطه ولا خياطه الداومه اللي مثلا شبيهه بخياطه ليد ولا قريب من خياطه ليد اعطينا نماذج من من خياطه الماكينه الحديثه وتكلم عنها اكثر والله الماكينه الحديثه حتى هي اللي طرات شي مولي على الدراري يا غار بقات بقى الشكل كما هو دراعه المتلابه كما هو تمثل هذه الطبيعيه هذه اللي تراعي فيها يا غير اللي طرات الماكينه الحديثه للطرز والالوان والأشكال اللي ما هي في الخياطه القديمه مثلا خياطه كجلي هذه من خياطه الماكينه الحديثه وتراعي في الفرق ذاك هو بعيد ما بينها هي والخياطه الاولى الماكينه الحديثه طرات هذا النوع من الاشكال الهندسيه وتخيط بسلك فيه شبه بخيط الحرير يقولونه سلك حرير يعدل, يعدل في الدار البيضاء هون وفيهم ألوان حتى هم وطرأت أعطت شوي من الحداثة وتوفى نظراً ل صح حق التطور خياط دائما خرص لا شي حديث يدور يعدلوا كانوا يجذب به الزبائن وشي مرغوب فيه ولا على طلب التجديد حتى هو التجديد غير الملاحظه اللي عندي هون عن هذه الدراعه خياطتها سامبل وهذه فيها الالوان فيها اللون الاصفر وفيها اللون الابيض ايه ذيك الدراعه خياطتها خياطه داومه كيف قلت لك جليد م -م. تعدل بتوف بلون واحد حتى يعدلوا فيها الوان غير بعد ما هو الطابع اللي اصلا غالب على هذا هذه الخياطه الحديثه هي اللي قابله لذن نوع من الزخرفه وتنوع كثره الالوان وذا الشيء وتوف ولا الاساسي يعود شيء ما هو توف مشعوب وله ما هو خارج عن نطاق الخياطه التقليديه اللي, اللي نعرفه حق بعد يعود تطويري غير مولي ما يخسر طابع التقليدي ما ما, ما يخسر اللي فيه شي من الحداثة وفيه بالنسبة لكم تجبروا كان يا كان خياطة هذه الماكينة الحديثة تجبروا فيها صعوبة والله صعب من هذه اللي تخيط شبيهة بليد بالنسبة لي أنا صعب هاي اللي تخيط كجليد مم. أصعب هي وأكثر دقة من هذه اللي اللي دي فب... اللي حديثة مم. تخيط بالمكينة أكثر دقة هذه كجليد <applause> هذه اكثر دقه من من هاي الحديثة التالي اللي اللي تعد لانها تعتمد على التركيز متين متين, متين, متين تركيز في هذه من نهايه ثانيه زين شكرا لك محمد مازلنا نرجعوا لك في ختام هذه الحلقه مشاهدينا الاكارم لحقنا الان فقره الحكايه ولين نشوفو محمد مبارك واللي راه محضرنا الليله ولينا نرجعو لكم بسم الله الرحمن الرحيم حلقة اليوم زي الرجال كيف سمعتوا ورواية اليوم هو أن خالق طفل أحفظ القرآن عن دهله وأحفظ نص خليل الشيخ خليل وحفظ الرسالة رسالة أبي زيد وحفظ لامية الأفعال لامية العرب فضلا عن جروم وجل ادب وحفظ المعلقات وحفظ مولي قدر من الغنى عينت ذيك البلدة قاضي يعني عينوه قاضي على أنهم يعطوها 400 في فراس كل شهر شوف هو بأخبار تاع والحكم بينات الناس والتوثيق وذيك مراد تاع اللي ذيك هي وجدير بها به ما شاء الله التكوين وبه العلم عند شهر الاول قبل ذوك لوقيات ذيك ال 400 وكانت 400 ذاك الزمن 400 وقية كانت كانت فضه حبوس لا عندك بعضها هذا ده رفدي من متواطي يلقيه مولانا مع كوري من ذي الكوار اللي جينا من قبلة من قبلة موريتان جابر مع أهراف الدراري عزينات يتقرهم يزقنا بهم في السوق قالوا السلام عليكم وعليكم السلام الدراري عشلي أحقات دراري خضر ودراري بيض دراري سيجو دراري بطولين دراري بلمان ذاك الزمن بالاريع كحل انت اربعة منهم هو ثنتين زينات تراك معاهم وحولي والله اثنين وقال له ذا شلاحك قال له ذاك ذاك ميتين وذاك ميتين نهى عنه الخلاص كامل حد ذيك اللبسة اللي اللي هو حاز عليه وخلصوا طاهلو بياته قام ماشي، وجلب لبل باللهلو نبرك من عندهم، رافد الدراري عطرح من كيف ذاك وحاز على خلطوط اللي استراح النقيب، ياك لباس ياك بخير شريتو طاري يا محمد ياك مطاري باس ياك هو حد حاس، هاتي شي من الأخبار، زقنا رايتو شي ما شاء الله، يلين جاو على خير حق اللي قال لهم أنا على خير. لأ الخير قال لهم انا اليوم قال لهم خلصوني ذو الناس واعطوني 400 مئة اللي انت فشت قال لهم معاها قلت ماشي هو دي تيلي ذوك الدراري اللي مطروحات الهي أكفر اكل فروال الحولي حولي وتراكوا لبست بعد أنا منهم قال لهم اللي يسمونك حازهم عليهم تاني بيشوفوا يوم قالوا هذا ما قط خلق زين ذو الدراري بيهم زين ما قط ما شاء الله صلي عملك مقطعهم وصل الصحة من مولانا يعملك ، أنت اللي مقطعهم صحتك وسلامتك ، هذو باش قول له مول مول الدار حبيب اللي برك عنده متعزري قال له ذو قال له آكل تراعي لك فيه قال له كامل بأربعمية ، شوف قال له أربعمية في نوبة ، أربعمية توقية قال له في نوبة قال له أربعمية توقية ، مشيت شي قال له الخيام ، ما الله قال له ما لهمش بقيت قال له انت شنو اللي قبضت اليوم غير عاقب ذا ما الله قال له ذاك لا ذاك اللي قبضت اعطيته وصيفته ذيك بذوك الدراري وتوف ذوك التراكي قال له هذا الوسيط قال له ما يتواسى يا اخويا وحبيبي هذا الوسيط قال له ما يتواسى انت قال له جيت من عند مفرقين من كل شيء والحال متين عليهم وعاد لك عنهم ونوبة ويالله بعد قبيل الله منين قال له الله منين قال له خلصت قولوا اللي قدكم قد قد كبرهم يا الله لا تمشي لهم منهم شيء يا الله لا تعرف الراسة راسه تلي يصلي ولا اللي له به اليد وندنكس عنه به الكياس والله بعد قال له اللي قلت اللحد والله بعد قال له اللي قلت لحد غير قال له شفتني انا متبارك قال له مع محمد نعدلو منين قال له يا صلاح محمد ويصلح حاله الخيام قال له لا هي يصلح حالهم ولا هي يلحقهم ذاك العينهم و إلا ما صلح محمد ما صالح شيء قال ما قد سمعت ثوبك يرفعك قبل جلوسك قال له ياك حق شوف أنا أنه فيه من هونتيه وخلاص على أنه يتبارك هو مع محمد يصلح ويصلح حاله فم اللي شاط عن محمد راه ليه الحق العيال عاقب ذاك السلام عليكم ورحمة الله عاقب منين نحن نتوما محمد مبارك واللي يرى ش قال لنا حتى هو بدوره في اخبار الحكايه الشعبيه اللي نرجع لضيفنا محمد منين تكلمت عن الدراعه وتكلمت لنا عن السروال خالك شي مهم ولا تقدر تصيب عنه الدراعه اللي هو اللثام ولا يقدر يصيب عنه الانسان الصحراوي اختارك تكلم لنا عن انواع اللثمة واهميتها وشن هي وشن هو دور اللثام اللثمه اصلا يعدل دام دام خنتوبيت والنجبر مولي النحيف حتى هو <hesitation> <applause> والنيلة واللي... والله يلثم بها جايينها <hesitation> <applause> النيل آه النيلة هو قاع أكثر استعمال من بين اللثمة بالنسبة لحد في البادية والله زمن البدو سابق <applause> المدينة الناس الرجال الرجالة يتلثموا بالنيلة لأنها زينة <applause> زينة في العينين زينة في النظر <applause> وزين أم اللي في البشرة، <مم> ولا هو قاعد اللي كان يلثم به لأن لا. <مم> هو خالق خالق توبيت يلثم حتى هو منه وخالق النحيف حق <مم> والالوان يعني اللي متعارف عليها في اللثمة، الالوان اللي, اللي متعارف عليها اللثمة البيض والكحل واكثر استعمال اللثمان الكحل من استعمال اللثمان البيض <applause> لان اللي الكحل يصبرو يصبروا على ياسر ويجبروا ياسر ما, ما, ما يظهر فيهم ما يظهر عليهم ولا شيء اللون حساس الدولة بيض حساس شوي حق <applause> هو خالقي اللي عاقب ذاك مولي يجوا من قليمين حتى هما مولي مسبوغين فيهم اللي مسبوغين مثلا صباغة الكوار خضر حق هو خالقين مولي اللي ثمن فطني من ثوب الدراري عقبال الخمق اللي يعدلوا منه الدراري يعدلوا منه كل ثمن وزينين مولي حتى هما والله تلبسوا مع الدراري ويلويهم حد على راسه منظر شي يظهر لك تبارك بحكم انك شاب شنو هو اقبال الشباب على ذا الزي التقليدي كان فمي اقبال والله بد اقبال الشباب اليوم على الزي التقليدي خالق الاقبال يا غير خالق الاقبال بصيفه الدراعه بفصالتها بكمامها اللي ذنبتها الدراع اللي فصالتها ذنبتها الاقبال عليها شيئا ما شيئا ما عاد عاد يقل عاد تختار عنه يختاروا عنه الشباب عادوا الشي مثلا يعود عملي والله مطور شوي لحد ما هو قاعد يرفد الكمام والله الدراع ما ما, هو لباس لها قباله والله يختاروا عنها عادو في فصاله قميجة سروال يقولوا يصطلحوا عليها يقولوا لها تارقية حق هي عبارة عن قميجة طويلة عندنا منها هون نموذج زين زين قالوا يختاروا عنها هذا الباس اللي ذا هو والله زاد ما يختاروا عنها غير بعد الظروف هو في الظروف بحكم عنه عملي الظروف بحكم عنه عملي وعنده طابع الدراعة ولونها حق م -م. سروال كيف سراويل هذو اللي تمسو جين لباس ثاني سروال طويل حق و... وهذه قميجة اللي مثلا انه قاضى الى الى الركبه والله تحت الركبه شوي آه بيديها طوال يفتخر وخياطتهم اللي من هاي الخياطه الحديثه حق هو الشباب يختار تقريبا هذا هذا اللباس اللي اللي هو ما يوحل وعملي وفيه مولي رمزية الزاز تقليدي رمزيته هون انحصرت لا في الثوب. ثوب ثوب راهو بازان يا غير مولي فصالة معي فصالة اللي مثلا عنها فصالة عصرية وحديثة يا غير رغم هذا كامل الدراعة تما لا تما لا عندها رمزيتها اللي اللي عندها الخاصة آه. لا ود لها من تلتبس وحضورها مولي مازال قوي ثابت مولي مثلا عنها راسخه ما ما, ما يبدلها شيء ولا يبدل هذا هذا اللباس ولا الزي المتطور مثلا ما يبدلها نهائيا هي هي اللبسه الرسميه في المناسبات في الحفلات في الاعياد أه شكرا لك محمد على تلبيتك دعوه البرنامج وعلى ذي المعلومات المفيده اللي اعطيتنا واعطيت للشباب واعطيت المشاهد الكريم مشاهدي الاكارم اسرفت هذه الحلقه على نهايتها دمتم في امان الله وإلى اللقاء تراث ماله يستاهل الزمام، لازمنا بأيدينا، لازمنا بأيدينا حفظ التراث تمام، والتراث علي والتراب علينا نسيان وقع حرام